إذا هذه الدورة 16 ندوة الدولية للجامعة الصيفية في أكادير اللي كتنظم تحت عنوان في موضوع الهوية وسائل الديمقراطية والتحديث بشمال أفريقيا. هذه الندوة اللي تأجلت جوج مرات بسبب كوفيد وتمكنا باش تنعقد اليوم بشكل في هذه الأيام بشكل حضوري. غتمتد اليوم كانت الجلسة الافتتاحية في قاعة إبراهيم الرضي، غيكونوا الجلسات اليومين القادمين بقاعة الندوات في فندق أنزي، ثم الجلسة الختامية أيضا غتكون هنا في قاعة الرضي يوم 17 يوم الأحد 17. الندوة كيشارك فيها حوالي 34 باحث وباحثة وفاعل مدني موزعين على 6 جلسات علمية وجوج جلسات موضوعاتية، منهم مغاربة من العديد من المدن والجامعات ومراكز البحوث المغربية، وأيضا باحثين من تونس ومن فرنسا ومن طوغو اللي غنتلقاو المداخلات ديالهم عبر الرقمي مباشرة نظرا لظروف صحية ومهنية ما سمحتش لهم باش يحضروا معنا هنايا حضوريا. الندوة الدولية كتنعقد بطبيعة الحال بشراكة بدعم من جمعية تيميتال اللي كتدعم دورات الجامعة الصيفية ديال الندوة الدولية منذ عدة سنوات، والمجلس الجماعي لأكادير والمديرية الجهوية للثقافة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. جات هذه الندوة تحت شعار الهوية وأسئلة الديمقراطية والتحديث، كأكيد غادي تكون كإضافة بحكم الوقت فاش جات وهذه الظرفية بالضبط من بعد التحديث والرقمنة تاع جميع الآليات وجميع الفعاليات لا المدنية ولا السياسية ولا الإدارية، فما هو إلا إضافة كذلك للأمازيغية باش حتى حنا نمشيو في طريق الرقمنة والتحديث ديال الآليات الاشتغال ديالنا. الجامعة الصيفية كطرح الموضوع وكتفتح النقاش وكتخلي الآليات ديال التفعيل للشركاء ديالها والجمعيات اللي كتشتغل كذلك في مجال الأمازيغية. مكلي زريم زرام غصاد لا غمسنا الجلسة الافتتاحية الندوة الدولية تيس صديس تمراوت للجامعة الصيفية، العنوان سيقات الهوية وأسئلة الديمقراطية والحداثة، إلا قيس تقريبا يشارك ما يقارب 30 باحث، غمسن فرنسا، غمسن تونس، غمسن المغرب، اعتذرنا منه والجزائر لاسباب يعلمها الجميع. مكلي زرام غصاد الندوه الافتتاحيه الا المتتبعين اللي كان المهتمين اللي كان المتخصصين لا الباحثين لا الفاعلين الجمعويين للمدينه. الندوه الدوليه ثلاثه مسن الشراكه مجموعه من الجهات، لا دمسن الجمعيه انتيميتار، لا دمسن المجلس الجامعي وكادير، المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، المديريه الجهويه للثقافه، كل مدنا زعما لا نغمسن تمان غمسن غندويا. اليوم الجلسه الافتتاحيه الدوره 16 بحضور مجموعه من الباحثين ما يفوق 30 باحث وباحثه، والموضوع ديال الندوة الدولية هو الهوية وأسئلة الديمقراطية والتحديث، وستقام الأنشطة على صعيد 4 أيام ابتداء من 14 حتى 17، عدة ما يفوق على 5 ندوات علمية وجوج ندوات موضوعاتية ستوزع بين قصر بلدية أكادير وفندق أنزي. هي مناسبة نشكر فيها كل المساهمين والشركاء الذين ساهموا وناضلوا من أجل إخراج هذه الندوة الدولية إلى الوجود، خصوصا أنها أجلت لسنتين لظروف الوباء كورونا الذي عاشه المغرب وعاشه العالم بأسره.